الله يعطيكم العافية طلاب الأعزاء. محاضرة اليوم رح نحكي فيها عن أنت المنتك دراج أن أنت بروتوزوال إدراج. أول مجموعة رح نحكي عنهم اللي هو الأنت المنتك دراج أو لهم اسم ثاني أنت هلمنتك. هلمنتك المقصود فيها اللي هم الديدان. فهون هاي هلمنتس اللي هي هاي أنواع الديدان يمكن يصاب فيها الإنسان. فإذا أنتي هيلمنتيك دراجز هما دراجز that are used to treat parasitic worm infections هيلمنتيك infection. فلما بحكي هيلمنتيز نفسهم هما الورم اللي هي الديدان. It is very important to identify the causative worm. زي أنا بكون مريض عنده أعراض إنه يكون في عنده نوع من الديدان، لازم أعرف شو نوع الدودة بالضبط اللي مسبب يبقى عنده المرض. طبعا كيف بدي أعرف بالضبط شو هي الدودة؟ It is done by finding the parasite ova or larvae in feces, urine, blood, and sputum or tissues. يعني عن طريق إني بشوف البويضات أو اليرقات تبعت هاي الديدان بالفيسز أو اليورين أو البلد أو السبيوتم أو التشو. مثال على أنواع الديدان، نوع اسمه سيستودز أو التيب وورم، النيماتودز اللي هي الراوند وورمز، التريماتودز اللي هي الفلوكس، أو نوع اسمه البلاتي هيلمنتز اللي هو الفلات وورمز. آسفة. فكيف الشخص ممكن يصاب بدودة؟ إنه أنا مثلاً البرايمري هوست المستضيف الأول ممكن يأكل لحمة غير مطبوخة بشكل جيد. هاي اللحمة بيكون فيها اللارفاي اللي هي اليرقات. لما الشخص بياخذ هاي اللحمة بفوت على جسمه اللي هي الدودة، وبكون فوق عندي السكرز اللي هن اللي من خلالهن بالدودة بتمسك بالأمعاء. طبعا جوا الإنسان بتصير تنتقل هاي الديدان to the human intestine بعد يعني عن طريق الفيسز، على الفيسز بيروح على العشب، وهون بترجع بياخذوا السكندري هوست الابقار. لما الابقار مثلا تاكل هذا العشب اللي اصلا عليه فيسز كونتامينيتد فود، يعني في عندي فيسز وفيها اليرقات او البويضات تبعون الدوده، هاي البقره اذا رجعنا اخذنا من لحومها وكانت مش مطبوخه بشكل كويس، برجع الانسان بنصاب بهاي الدوده. طبعا هون احنا بنحكي عن التاب ورم. اول نوع رح نحكي عنه اللي هو البين وورمز. Pinworms they live in gut and females migrate to anus and provoke itching. يعني هاي الديدان بتعيش بالجت بالخلايا الهضمية، والأنثى من هاي الدودة بتروح على الأنس على فتحة الشرج وهناك بتعمل حكة. فعشان هيك هاي الدودة بتنتقل عن طريق فيكال أورال ترانسميتد فيكال أورال، لأنه الشخص بصير يعمل بصير يحك بمنطقة فتحة الشرج، فبتصير ايديه كونتامينيتد بهاي الدودان. اذا ما غسل ايديه بروح بمسك اكل معين بياكله، فبرجع بصير عنده انفكشن. او هو بعد ما يعمل اتشنج بحك بمسك اي اشي، بيرجع شخص بيمسك وراه، بعد ما يمسك مثلا نفرض انه الشخص اللي عنده البين وورمز عمل اتشنج حكم منطقه الشرج، بعدين مسك مثلا ايد الباب، بيجي شخص وراه بمسك ايد الباب بصير على ايديه كونتامينيت، مثلا برجع باكل شغله فبتفوت الديدان على جسمه. عشان هيك الكلينلس از امبورتنت ان ذا تريتمنت، النظافه كثير مهمه خلال عمليه العلاج. اند وول فاميلي اوف ان انفكتد بيشنت ماست بي اكزامينيد تو انفستيشن اند ماي نيد تو اريديكيت وورمز فروم وول فاميلي. يعني اذا بكون شخص من عائله معينه عنده البين وول، لازم افحص كل العيله واطلع واعطيهم علاج عشان اتخلص من الديدان، لانه بصير في عندي عايش معهم نفس البيت بيمسكوا نفس الاشياء، فممكن تكون انتقلت لهم العدوى. كيف بعالج البين وورم؟ عن طريق دواء اسمه الميبندازول. جيب از ا سنجل دوز 100 ملغ اند ريبيتد افتر 2 ويكس. يعني بعطي جرعه واحده حبه فيها 100 ملغ وبعد اسبوعين بعطي جرعه ثانيه. هذا الدواء shouldn't be given to children under 2 years and the side effect هم rarely ممكن يصير عند الشخص نيوزيا diarrhea and ميلو سبريشن. ثاني دواء يستخدم لعلاج البنوار اللي هو الالبندازول، بينعطى سنجل دوز 400 ملي جرام ونفس الشيء بعيدها بعد اسبوعين. بنشوف انه الادويه هاي تنتهي بازول بس احنا حكينا في بعض الادويه بتستخدم لعلاج الفطريات هن ازول. انا ما باجي بحفظ انه كل الازول هم انتي فنجل، لانه مثلا هون الميبندازول والالبندازول هم مش انتي فنجل، هم يستخدمون لعلاج الديدان.
وانا جيت ريد اوف بين وورم اولمست ناتشورالي عن طريق ان الشخص يضل ينظف ايديه. مثال يعني زي هون عند الفيرموكس بيجي على شكل سسبنشن او بيجي كمان على شكل تابت. هذا الفيرموكس في الميبندازول. ثاني نوع اللي هو عند التيب وورمز. بعالج التيب وورم. التيب وورمز حكينا كيف بتنتقل، انه هي فعليا نفس الاشي، ممكن يكون في عندي لحم مش مطبوخ بشكل كويس، الشخص ياخذ هاي اللحمه بتصير عندي الديوده جوا جسمه بتلتصق بالامعاء، بعدين بتروح على الفيسز، ومن الفيسز على مثلا على العشب بترجع بقره ثانيه بتاكله او اي حيوان ثاني. ونفس الاشي اذا الشخص اكل هاي اللحوم وهي مش مطبوخه بشكل كويس تنتقل له. علاج التيب وورم هو دواء مميز اسمه البرزاكوانتيل اللي بينعطى از سنجل دوز. طبعا هذا شو بيعمل البرزاكوانتيل؟ Paralyze worms musculatures and immobilize their suckers then killed by host tissue reaction. يعني احنا حكينا ديدان في إلها زي السكر، زي الـ اللي بيكونوا يعني هم اشياء بتستخدمها الديدان عشان تمسك وتضلها مرتبطه بالامعاء. فهذا الدواء بيعمل باراليزس، شلل لهاي السكرز، فلما بيعمل لها شلل الدودة ما بتقدر تمسك بجدران الأمعاء والجسم بتخلص منها. Causes and risk factors for tapeworm إنه إذا شخص أخذ infected undercooked meat أو infected undercooked fish، وإذا هو كان عنده ما بنظف إيديه بشكل كويس. ثالث نوع من الديدان هو الأسكرياسيس. الأسكرياسيس هي parasitic infection caused by a type of roundworm Ascaris lambricoid. طبعا شاكم تحفظوها بس خلاص، انه هو عن طريق دودة اسمها roundworm اسمها Ascaris. الأسكرياسيس is caused by ingestion egg، عن طريق انه باخذ بويضات الدودة، مثلا ناكل اكل بتكون فيها بويضات هاي الدودة، فالشخص بصير له infection. الإيجز ليف إن سويل كونتامينيتد باي فيسز، يعني هاي البويضات بتكون موجودة بتربة، مثلا هاي التربة كونتامينيتد ويز فيسز، لأنه الشخص لما باكل هاي الدودة بتنتقل للفيسز، ومن الفيسز من الشخص عمل فيسز بمنطقة مكشوفة، هون بصير في عندي كونتامينيتد. إذا الشخص مسك هذا التراب أو أكل حيوان أكل هذا التراب وصارت الدودة جواته، فبالتالي ممكن يصير في عنده انفكشن. Children more often infected than adults. طبعا ليش؟ لأنه هم بضلوا يلمسوا كل إشي ويحطوا بإيديهم وكتبهم، فهو بكون more infected. عن طريق إنه fingers or hand with contaminated dirt are put in the mouth. يعني تكون الإيدين صار لها contamination، هذا الأصفر اللي هي البويضات تبعون الدودة، لأنه يعني بضلوا يحطوا الشخص بثمه أو لما يأكل، فبصير عندي بصير عنده infection. هاي الدودة أكثر إشي prevalent in warm moist climate as in the tropics and subtropics area، يعني هي أكثر تنتشر هاي الدودة بالمناطق الدافئة والرطبة. حكينا بتنتقل عن طريق the fruits and vegetables not probably cooked, washed or peeled، يعني بكون الشخص أكل فواكه أو الريسك فاكتورز لهاي الدودة إنه شخص يأكل فواكه وخضار، وهاي الفواكه والخضار تكون مش مطبوخة بشكل كويس أو مغسلة بشكل كويس. بعالجها عن طريق الميبندازول زي البين وورم، يعني عن طريق الميبندازول والألبندازول، بس الجرعة بتختلف. الميبندازول بعطيه 100 ملي جرام مرتين باليوم لثلاث أيام، والالبندازول عن طريق بينعطى 400 ملي جرام وانس، يعني جرعة واحدة از سنجل دوز كجرعة واحدة. هاي ثلاث انواع من الديدان اللي بدي اياكم تعرفوها. هلا نحكي عن الانتي بروتوزوال ادركس. هلا بشكل عام انا بحكي عن باراسايتك انفكشن، اللي هي الباراسايت يعني الطفيليات، بيكون بيندرج تحتيها الورم، الديدان اللي حكينا عنها قبل شوي، والبروتوزوا. البروتوزوا هي الكائنات الأولية أو بنسميها الكائنات البدائية. فالباراسايتيك بروتوزوا هاي الكائنات الأولية الطفيلية live in or on in human، يعني هي بتعيش جوا الإنسان أو على سطح الإنسان. راح نشرح على عدة أمثلة من الباراسايتيك بروتوزوا. أول إشي راح نحكي عن الملاريا. It is caused by بروتوزوا اسمها بلازميديوم. البلازميديوم في منها أكثر من نوع، بلازميديوم فيفاكس، بلازميديوم فالسيبارم، بلازميديوم ملاريا، بلازميديوم أوفل، لكن
The plasmidium falciparum and plasmidium vivax are the most common, يعني أكثر إشي بينتج infection بسبب هذول النوعين. طب كيف بينتقل للإنسان هذا البروتوزوا؟ The parasite is transmitted to human through the bite of female Anopheles mosquito. يعني أنا في عندي حشرة اسمها الأنوفيلس موسكويتو، هاي الحشرة الفيميل منها إذا راحت وقرصت الإنسان تنقله البلازموديوم. طب إذا الشخص صار انفكتد، يعني الشخص صار في عنده الملاريا، فازت البلازموديوم على جسمه، كيف هو ممكن ينقله لإنسان ثاني؟ عن طريق البلد ترانسفيوجن، عن طريق عملية نقل الدم. كونجنيتالي، كونجنيتالي يعني إنه الأم بتكون الأم الحامل بيكون في جواتها بلازموديوم، وعن طريق دمها بروح للجنين، أو عن طريق الانفكتد نيدلز باي دراج أبيوزرز اللي هم المدمنين. المدمنين مثلا بيستخدموا إبر بعض حتى مثلا ياخذوا جرعات الإدمان. فإذا كان واحد منهم انفكتد ممكن عن طريق الإبرة ينقلوا لشخص ثاني. وكمان ممكن تيجي عندي نفس هاي الحشرة تقرص إنسان مصاب، تأخذ البلازميديوم وتروح تنقله لشخص ثاني. Diagnosis must be confirmed with laboratory testing and the susceptibility of infecting parasite are determined by geographic location. يعني لازم أعمل diagnosis عن طريق أعمل lab test لنوع البلازموديوم بالضبط، وكيف انتشار هاي البلازموديوم بمنطقة معينة. يعني مثلا جنوب افريقيا جدا بيكون في نوع معين من البلازموديوم منتشر مثلا اكثر من شمال افريقيا. فالمنطقة الجغرافية كمان بتخليني اخذ فكرة انه شو اكثر نوع من البلازموديوم منتشر بهاي المنطقة. طيب بالنسبة للملاريا باراسايت اللي هو البلازموديوم، يعني البلاريا هو مرض بتسممه كائن أولي أو بروتوزوا اسمه البلازموديوم. هاي البلازموديوم له two interdependent life cycle، دورة حياته بتنقسم لجزئين، sexual cycle وهي بتصير المسكوتو بالحشرة، وجزء ثاني هو الأسكشوال سايكل، هذا بيصير بالإنسان in human. الأدوية إحنا بنصنعها بيهمني إنها تشتغل جوا الإنسان ولا جوا الحشرة؟ أكيد بيهمني إنها تشتغل جوا الإنسان. فالدرجز آر إفكتيف أونلي ديورينج ذا أسكشوال سايكل اللي بيصير جوا الإنسان. طب الأسكشوال سايكل اللي بتصير جوا الإنسان في إلها تو فيسز. أول فيز اللي هو الإكسو إريثروسايتك فيز أكيورز أوتسايد ذا إريثروسايت، بيصير جوا أو آسفة خارج الكريات الدم الحمراء، وبنسميه كمان تشيو فيز. أما الإريثروسايتك فيز أكيورز إنسايد ذا إريثروسايت، بيصير جوا الكريات الدم الحمراء ومعروف آز بلاد فيز. فهاي أنا عندي الفيرست فيكتور اللي هي الحشرة، وهاي الحشرة بيكون فيها البلازموديوم سبورو زويتس، يعني بيكون فيها البلازموديوم. فيرست فيكتور زي ما حكينا اللي هو المهاجم الأول، بتيجي بتقرص هذا الإنسان. فهذا الإنسان هو الانيشيال هو هيومن هوست، يعني المستقبل الأول أو المضيف الأول للبلازموديوم. بيروح هاي بتروح هاي البروتوزوا بتعمل ليفر infection، وممكن وطبعا كمان شو بتعمل blood infection. بيجي second vector حشرة ثانية أو نفسها، يعني هاي المسكوتو تقرص هذا الإنسان، بتصير جواتها البلازموديوم وبتروح على human ثاني، وشو بتعمل له bite كمان بتقرصه. لما تقرصه بتنقل له البلازموديوم مرة ثانية. إذا كانت هاي الأم حامل pregnant، هون بنحكي انه بينتقل البلازموديوم كونجينيتالي، انه بينتقل للجنين. بدناش ندخل بالتفاصيل كيف بالضبط بتصير الاريثروسايتك فيز والاكسو اريثروسايتك فيز. طب شو هم الانتي ملاريا للدرج؟ معظمهم بينتهوا بكوين زي الكلوروكوين، هيدروكسي كلوروكوين، الميفلوكوين، البرايماكوين، اند بايراي ميثامين. These drugs attack the parasite during the asexual phase when it is vulnerable. Vulnerable يعني بتكون نشطة وبتستجيب للدواء.
لكن في أدوية بتشتغل على الإريثروسايتيك فيز وفي أدوية بتشتغل على الإكسو إريثروسايتيك فيز. الإكسو إريثروسايتيك فيز هم كل الأدوية اللي حكينا عنهم قبل شوي ما عدا البرايماكوين. البرايماكوين هو دواء بيشتغل إكسو إريثروسايتيك فيز. اوكي يعني نشوف كل الادويه بتشتغل بالاريثروسايتك فيز درجه، يعني بتشتغل لما تكون البلازموديوم كريات الدم الحمراء، الا البرايماكوين بيشتغل برا كريات الدم الحمراء. بالعاده هاي الادويه بتستخدم از كومبينيشن، يعني اكثر من دواء مع بعض، وكل باراسايت انديفيرنت ستيج، يعني عشان اقتل الباراسايت لما بتكون بالاريثروسايتك فيز ولما بتكون بالاكسو اريثروسايتك فيز. أول دواء اللي هو البرايماكوين، it is an oral antimalarial drug that eradicate exerythrocytic forms of plasmodium. حكينا هو بيشتغل exerythrocytic. برايماكوين is the only agent that prevents relapses of the plasmodium vivax and the plasmodium oval malarias which may remain in the liver in the exerythrocytic phase form after the erythrocytic form of the disease is eliminated. يعني هذا الدواء الوحيد اللي بقدر من خلاله اتخلص من البلازموديوم لما بتكون عندي بالكبد خلال اكسو اريثروسايتك فورمز، لانه هو الدواء الوحيد اللي بيشتغل اكسو اريثروسايتك. The sexual forms of all four plasmodia are destroyed in the plasma or are prevented from maturing later in the mosquito therapy interrupting transmission of the disease. يعني كل السكتشوال فورمز تبع البلازموديا انا بكون حطمتها بالبلازما. السكتشوال حكينا اللي هي بتكون جوا اصلا مين؟ البعوضه. لكن بحكي لنا السكتشوال فورم، كل اشكال السكتشوال تبع البلازموديوم انا بحطمها ان ذا بلازما او بمنعها انها تتطور بالحشره، فبالتالي بمنع انتقال المريض من انسان لانسان عن طريق الحشره. أو عن أي طريق ثاني، إنه أنا خلاص بمنع السكتشوال فور، بمنع أو بحطم الشكل السكتشوال من هاي البلازموديوم. ثاني دواء هو الكلوروكوين، هو يعتبر سينثيتك فور أمينو كوينولين. يعتبر the drug of choice in the treatment of erythrocytic plasmodium falciparum malaria except in the resistance strains. يعني لما تكون عندي سلالات مقاومة للبلازموديوم falciparum ما بقدر استخدم الكلوروكوين. يعتبر less effective against plasmodium vivax malaria. الكلوروكوين هو highly specific for the asexual form of plasmodia ويستخدم in the prophylaxis of malaria for travel area with known chloroquine sensitive malaria. في عندي مناطق معروف انها موبوءه بالملاريا، فانه الناس اللي تروح على هاي المناطق مثلا زي قوات حفظ السلام او الدكاتره اللي بيروحوا بحملات تطوعيه على منطقه معروف انه فيها ملاريا، لازم ياخذوا دواء وقائي يحميهم من انه يصير في عندهم ملاريا لما يروحوا هناك. فالكلوروكوين بستخدمه فور بروفيلاكسيس، بعطيه للاشخاص قبل ما يروحوا على هاي المناطق الموبوءه، بشرط طبعا انها تكون الملاريا هاي كلوروكوين سنسيتيف، تكون تستجيب للكلوروكوين. كمان الكلوروكوين also effective in the treatment of extra intestinal amoebiasis. يعني بكون عندي اميبا خارج الانتستين. ثالث دواء اللي هو الهيدروكسيكلوروكوين، يعتبر alternative بديل to the chloroquine for the prophylaxis and treatment of chloroquine sensitive malaria. يعني يعتبر كبديل للكلوروكوين بحالة بدي أعطيك كوقاية أو كعلاج للسلالات من الملاريا اللي بتستجيب للكلوروكوين. من الاستخدامات الثانية للهيدروكسيكلوروكوين هو له انتي انفلاماتوري افكت، عشان هيك بستخدمه بحالة الروماتويد ارثرايتس اللي هو الروماتيزم، وبحالة السيستيميك لوبس اريثرومايتوسيس. السيستيميك لوبس اريثرومايتوسيس اللي هو مرض اسمه الحمى الذؤابية. فإذا لأنه الهيدروكسيكلوروكوين له انتي انفلاماتوري افكت، كمان بستخدمه بحالة الروماتويد هو التهاب، بكون في عندي التهاب بالمفاصل، وبحالة الحمى الذؤابية. رابع دواء اسمه الميفلوكوين. ميفلوكوين is an effective single agent for prophylaxis and treatment of infection caused by multi-drug resistance form of plasmodium falciparum.
فارم، يعني يستخدم كدواء واحد ما بيستخدمه ان كومبينيشن للوقايه والعلاج من البلازموديوم فالسيبارم، اللي تعتبر مالتي دراج ريزيستنس. مالتي دراج ريزيستنس يعني هاي السلاله بتكون مقاومه لثلاثه او اكثر من الانتي ملاريال ادراجز. الميكانيزم اوف اكشن هذا الدواء لحد الان بعدها مش معروفه، لكن because of potential for neuropsychiatric reaction mifluquine is usually reserved for the treatment of malaria when other agent cannot be used. المفلوكوين ممكن يسبب سايد افكت، بكون عندي neuropsychiatric reaction يعني تفاعلات عصبية نفسية، ممكن تعمل من الشخص بعض المشاكل النفسية. فبهاي الحالة المفلوكوين فقط بستخدمه لعلاج الملاريا اللي بكون استخدمت مع الأدوية الثانية والمريض ما استفاد عليها وما استجاب. كمان المفلوكوين ممكن يسبب ECG abnormalities and cardiac arrest. عشان هيك إذا الشخص أخذ عطانا المفلوكوين لازم طبعاً راقبه، لكن هاي السايد افكت ما بتصير الا اذا الشخص اخذ الميفلوكوين مع الكوينين اند الكوينيدين. يعني في دواء اسمه الكوينين اند الكوينيدين، اذا اعطيته مع الميفلوكوين بهاي الحاله الشخص ممكن يصير في عنده كاردياك ارست اند اي سي جي ابنورماليتيز. خامس دواء البايراميثامين، it interferes with the tetrahydrofolic acid by inhibit enzyme dihydrofolate reductase. يعني هذا الدواء بيمنع انزيم اسمه داي هيدروفوليت ريدكتز، بمنعه بمنع تكوين الفوليك اسيد سينثيسيس اللي انا بحتاجه حتى اصنع النيوكليك اسيد. فعشان هيك انا بمنع تصنيع النيوكليك اسيد جوا البلازموديوم. البايراميثامين اتس اكت از ا بلد سكايزونوتيسايد اند ا سترونج سبورو سبورونتيسايد when the mosquito ingest it with the blood of the human host. طبعا هاي السكيزونتيسايد هي معناها يعني انها بتقتل اشي بنسميه السكيزو نت، وكمان السبورونتيسايد انها بتقتل اشي بنسميه السبورو زويت. طبعا هذول الشغلتين هم بيكونوا جوا المسكويت، جوا يعني بينتقل للحشرة. فهاي البايراميثامين بيقتل هذول النوعين لما الحشرة بتاخذ الدم من الانسان وبتاخذ مع البلازموديوم. فلما جوا الحشرة بينقتل هذول النوعين اللي هن شكل من اشكال تكاثر البلازموديوم. البايراميثامين is not used alone for plasmodium falciparum، بالعادة بتكون in combination with a fixed dose with دواء بنسميه السلفادوكسين. Resistance to this combination has developed so it is usually administered with other agents such as دواء بنسميه الارتيميسينين. كمان بالأدوية ممكن نستخدمها لعلاج الملاريا اللي هو سلفونامايد تتراسايكلين وكليندامايسين، بيعاد يستخدم with combination with anti-malaria drug حتى أزيد من البروتوزوسايدال effect. يعني ما بنستخدمه لحاله لعلاج الملاريا، لا بكون كمان مع الانتي-malaria drug عشان أزيد من شغل الانتي-malaria drug ونقتل البروتوزوا بشكل أكبر. The adverse effect of anti-malaria drug are mainly GI side effect, nausea, vomiting, diarrhea، وممكن الشخص كمان يصير عنده anorexia and abdominal pain. The nursing implication for anti-malarial drug when used for prophylaxis، لما بستخدمها كوقاية، this drug should be started 1 to 2 weeks before potential exposures. يعني أنا مثلا بعرف إنه هذا الشخص بده يسافر بموعد معين لمنطقة معروف إنها موبوءة بالملاريا، قبل ما يروح من أسبوع لأسبوعين بعطيه anti-malarial drug. وبعد ما يرجع من هذيك المنطقة، طبعا بعطيه قبل أسبوع أسبوعين طول ما هو موجود بهذيك المنطقة بده يضل ياخذ الدواء، وبعد ما يروح من هذيك المنطقة ب4 أسابيع لازم يضل ياخذ الدواء. يعني بعد ما يروح لمدة كمان 4 أسابيع بنضل ماشيينه على الأنتي ملاريا الإدرك. هاي الأدوية بتتاخذ ويكلي مع المي، يعني مش بشكل يومي، كل أسبوع بتكون جرعة واحدة.
instruct patient to notify physician immediately if ringing in the ear صار عنده طنين بالأذن أو صار عنده hearing decrease أو visual difficulties nausea vomiting ممكن الشخص صار عنده diarrhea أو abdominal pain. إذا صار عنده أي واحدة من هاي الأشياء لازم يخبر الطبيب المسؤول عنه. ثاني مرض من البروتوزواي هو الجيردياسيس. الجيردياسيس بيصير عن طريق بروتوزوا اسمها جيارديا لامبليا. هذا بينتقل by the ingestion of cyst in contaminated water or food. يعني انه بناخذ السيست هي نوع من نفس يعني تكتك بتكون زي البويضات من البروتوزوا بتكون موجودة على الماء أو على الأكل. All the some infections are asymptomatic. يعني بعض الأمراض هاي بتكون ما لها أعراض. ممكن كمان بعض الأشخاص يصير عندهم سبير دياريا وبهاي الحالة طبعا رح يخسر سوائل كثير، وخاصة هاي سبير دياريا بتكون خطرة جدا عند الناس وبكونوا أميونو كومبرمايز، بتكون مناعتهم جدا قليلة. حتى أعالج هاي الجيردياسيس the treatment of choice اللي هو المترونيدازول. جرعاتهم ما معكم حفظهم. البدائل للمترونيدازول اللي هو التينيدازول as effective as مترونيدازول حتى له سايد افكت أقل من المترونيدازول. الشخص بصير يعاني من البين and دياريا. هاي أمثلة، هاي فيه مترونيدازول، هون هاي الفلاجيل كمان فيه مترونيدازول، مترونيدازول اسف انجكشن هون، هاي هون تحاميل. ثالث نوع من البروتوزوا هو الاميبياسيس. الاميبياسيس تتكون عن طريق بروتوزوا اسمها انتميبا هيستوريتيكا. هذا بينتقل عن طريق the cyst in the contaminated water or food، يعني مثل الجيردياسيس. It is commonly symptomatic، لكن الأعراض بتكون من mild diarrhea، من diarrhea بسيطة to severe dysentery may occur. يعني شخص بكون عنده diarrhea بشكل أو بكون عنده watery diarrhea بشكل كبير. كمان الأميبياسيس ممكن سبب extra intestinal infection، ممكن سبب عندي infection خارج الانتستين خارج الأمعاء، ممكن سبب عندي liver abscesses. طب كيف بدي اشخص الشخص انه معاه أميبياسيس؟ عن طريق اني افصل الانتميبا هيستوريتيكا من الفيسز من البراز. هاي هون كيف عندي ليبر ابسيسز، يعني هون عندي ابسيسز بالكبد، هون هي ابسيس ان ذا ليبر. فهون عندي life cycle of the amoeba histoteca. مثلا هذا الشخص عمل ingestion of the cyst، أكل إشي عليه the cyst of the amoeba histoteca فعملها ingestion، تمشي من الاستوماك للأمعاء الغليظة، أسف الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة بنشوف إنه صار في عندي إشي بنسميه التروفو زويتس، أوكي؟ اللي هي هاي الزلقة. هاي الزلقة بتعمل penetration of the intestinal wall، بتخترق جدار الأمعاء، بصير لها مالتيبيكيشن، بصير لها تكاثر جوا الكولون وول بالأمعاء الغليظة، ومن هون بصير في عندي سيستميك انفيجن بتروح على الكبد، أو ممكن يصير في عندي سيست فورميشن وتروح هاي السيست عن طريق الركتم، ومن الركتم تروح تطلع بالفيسز. طبعا السيست هي اللي بتكون انفكتيف، هي اللي بتسبب الانفكشن، اوكي؟ اما هاي اللي هي التروفوزويتس نون انفكتيف، ما بتسبب اي انفكشن. طبعا هون حاطين بعض الادويه اللي تستخدم وين بتشتغل. العلاج الاميبا في اكثر من نوع، بيعملهم تصنيفات لاربع تصنيفات، بدي ادخل معكم بالتفصيل، لكن مثلا هون في عندي مجموعه بنسميها السيستميك اميبي سايتس، يعني بتقتل الاميبا سيستميك زي الكلوروكوين الدي هايدرا ميتين والايميتين. عندي مجموعه بنسميها اليومينال أمي بيسايدز، تقتل القولون باليومن بالتجويف زي البارومومايسين والدواء اسمه أيدولو كوينول. في مجموعة بنحكي عنهم ميكست
اميبيسايد، يعني تجمع بين السيستميك واليومن الاميبيسايد. هذول بيكون زي المترونيدازول والتينيدازول، يعني هذول بيقتلن البروتوزوا. الانتاميبا هيستوليتيكا لما تكون سيستميك، يعني بدها طلعت لجدار الامعاء وبدها تروح على الكبد، او لما بتكون بعدها جوا لليومن. فإذا العلاج، احنا رح نحكي بس عن كم دواء مهم. العلاج مترونيدازول، إذا كان عندي ماي سيمتومز بينعطى من 7 لـ10 أيام، إذا كان عندي سيفير انتستينال سيفير انتستينال اند اكسترا انتستينال اميبياسيس بتكون من 7 لـ10 أيام. بنشوف المدة نفسها لكن الجرعات بتختلف. يعني هون بالماي سيمتومز الأدلت باخذ 500 لـ750 ملي جرام 3 مرات باليوم، لكن بالسيفير فقط ما عندي خيار غير ياخذ 750 ملي جرام 3 مرات باليوم. ثاني دواء اللي هو التينيدازول. التينيدازول بحالة المايلد سيمتومز الكبار الأدلت بياخذوا 2 جرام أورالي مرة واحدة باليوم لمدة 3 أيام. إذا كان في عندي شخص عنده سيفير انتستينال اكسترا انتستينال أميبياسيس بالجرعة بتكون 2 جرام نفس الإشي مرة واحدة باليوم لمدة 5 أيام، يعني هون جرعة واحدة لكن المدة بتختلف. طيب إذا أعطيت الشخص مترونيدازول أو تينيدازول، بحكي إن a course of مترونيدازول أو تينيدازول is usually administered with a luminal agent. يعني بالعادة إذا بعطي مترونيدازول والتينيدازول بعطيهم كمان مع اليومينال ايجنت، هي الأدوية بتشتغل منطقة اليومين فقط، زي قبل شوي حكينا عنهم زي الأيدو كوينول والبارو مومايسين. طبعا السبب حتى اشيل الريزيديوال سيست ان ذا اليومن، حتى اشيل كل السيست المتبقيه لليومن، لانه هذول الدوايين هاي الادويه اللي هن الايدو كوينول والبارومايسين والدايلوكسينال فيورويت، هذول بيش فقط بيشتغلين لليومن. نحكي اكمل معلومه عن المترونيدازول، هو كمان مر معنا كانتي بايوتيك. بعمل ديستربشن اوف دي ان اي سينثيسز، حكينا هو بكتيريوسايدل بيقتل البكتيريا، اميبيسايدل بيقتل الاميبا، وكمان ترايكو مونوسايدل نوع من انواع الانفكشن اللي بتصيب الانسان. اذا استخدم مترونيدازول لعلاج الترايكو مونوياسيسز والاميبياسيز والجيردياسيز والانتيبيوتيك اسوشيتد سودومبرينس كولايتس، يعني هذا كل هاي الاستخدامات للمترونيدازول. The side effect of metronidazole are metallic taste، اللي هو بحس شخص عنده طعم زي المعدن في تمه، ممكن يصير عنده نيوزيا وفوميتينج ودياريا and abdominal cramp. رابع نوع من البروتوزوال انفكشن اللي هو الليشمانياسيس. There are three types of leishmaniasis، عندي cutaneous, mucocutaneous and visceral، بناء على المنطقة اللي بصير فيه الانفكشن. بحالة الفيسرال تايبز اللي هو بنسميه الحشوي، إذا صار عندي infection بالليبر and the spleen the parasite is in the blood stream and can cause very serious problem. بهاي الحالة بيكون الباراسايت بالدم وممكن يسبب عندي مشاكل صعبة. طيب كيف الليشمانياسيس بتنتقل؟ بحكي إن الليشمانياسيس transmitted from animal to human and between human by the bite of infected sand flies. يعني يتم انتقال الليشمانياسيس عن طريق عضة الساند فلايز اللي هي بعوضة الرمل. The diagnosis is established by demonstrating the parasite in the biopsy material and skin lesion، يعني اخذ عينة من السكن وبفحصها وبيطلع عندي ان الشخص مصاب بالليشمانياسيس. طبعا الكيوتينيوس يعني بكون عندي الانفكشن على السطح، الفيسرال يعني بكون حشوي. كيف بعالج الليشمانياسيس؟ علاجها بحكي انه فور فيسرال الليشمانياسيس اللي بتكون حشويه، بارنترال تريتمنت ماي انكلود امفوتريسين بي اند صوديوم ستيبوغلوكونات. يعني اذا كانت المرض بالسبلين او الليفر او الليفر، هاي الحاله بدي اعطي الدواء بارنترال مع امفوتريسين بي اند صوديوم، او بيحتوي الامفوتريسين بي مع الصوديوم ستيبوغلوكونات. كمان الادويه ممكن استخدم علاج الليشمانياسيس دواء اسمه ملتي فوسين، هذا بيعطى اورالي كمان بحالة الفيسيرال ليشمانياسيس. طب الصوديوم ستيبوغلوكانات بنشوف هذا ما مر معنا غير بعلاج الليشمانياسيس، بينعطى اي بي لمدة 20 يوم، بيطلع عن طريق اليورين،
زين الانهيبيتك فانكشن شود بي مونيتورد بيريودكلي. بالنسبه للسايد افكت ممكن صار عندي انجكشن سايت بين، وممكن كمان صار عندي جاسترو انتستينال ابسيت، ممكن الشخص يعاني من كارديك ارثميا، بنكرياتايتس اند اليفيشن الليفر انزيم، وكمان ممكن الشخص صار عنده ارثرالجيا اللي هي الم المفاصل، او ميلاجيز اللي هي الم بالعضلات. هاي الليشمانيازيز اللي بتكون على السطح، فبياخذوا عينه وبيعملوا لها زراعه وبشوفوا شو هو البروتوزوا اللي مسبب هاي المرض. خامس نوع اللي هو التوكسوبلازموزيس. One of the most common infection in a human is caused by the protozoan Toxoplasma gondii. يعني البروتوزوا اسمها بسبب هذا المرض توكسوبلازما جونداي. طب كيف بتنتقل؟ It is transmitted to humans when they consume raw or inadequately cooked infected meat. يعني لما الشخص بياكل لحمة مش مطبوخة بشكل كويس أو حتى اللحمة النيّة. An infected pregnant woman can transmit the organism to her fetus. يعني إذا كانت مرأة حامل عندها toxoplasmosis ممكن البروتوزوا ينتقل للجنين. Cats are the only animal that shed oocytes which can infect other animals as well as a human. التوكسوبلازموزيس هي أكثر إشي مرتبطة لما تنحكي بترتبط مع القطط ومربيين البسس. زي ما حكينا الكاتس are the only animal that shed oocytes which can infect other animals as well as human. يعني البسة هي أو القطة هي اللي بتقدر التوكسوبلازما جونداي تكون جواتها. الأوسايت تبع مثلا إذا كان في عندي قطة صار لها انفكشن بالتوكسوبلازموزيس عن طريق إنها أكلت مثلا حيوان أو أكلت أي إشي، هذا الإشي أصلا صار فيه توكسوبلازما جونداي من بسة ثانية. القطة مثلا أكلت هاي اللحمة اللي فيها أصلا توكسوبلازما جونداي، جواتها هاي الأوسايت بتنتج، بعدين القطة بتروح بتعمل براز بمثلا على الأرض مكان معين، أو مثلا بتروح على عشب أو على خضار أو فواكه، أو بتكون مثلا عملتها بصناديق مفتوحة. بيجي شخص بيمسك مثلا الكات فيسز أو بيأكل إشي صار التمس فيه الكات فيسز، أو بيجي حيوان أكل شغلة الكات عملت القطة عملت براز عليه، بهاي الحالة هذا الحيوان صار في عنده انفكشن بسبب براز البسة. إذا الشخص الإنسان أكل هذا اللحم مثلا لحيوان فيه توكسوبلازما جونداي وما طبخ كان مطبوخ كويس بينتقل له. فالكات القطط هي الوحيدة اللي تقدر تمرر هاي الأوسايت وتنتقل للإنسان وللحيوان، لأنه بتكون جواتها توكسوبلازموزيس توكسوبلازما جونداي وبتنتقل الأوسايت عن طريق الفيسز تبعها. فالكات هي اللي بتنقل الأوسايت تبع التوكسوبلازما جونداي للحيوانات الثانية وللإنسان. طيب كيف بتتعالج؟ بتعالج هذا المرض عن طريق combination of sulfadiazine and pyrimethamine. ممكن استخدم بدائل ثانية زي البايرايميثامين مع الكليندومايسين أو الترايميثبرين مع السلفاميثوكسازول. ممكن مع هاي الأدوية أعطي دواء اسمه اليوكوفورين، بالعادة بينعطى عشان أمنع الفوليت ديفيشنسي. طبعا ليش؟ لانه هاي الادويه زي الترايميثوبريم والسلفاميثوكسيدون هذا بيمنع تكوين الفوليك اسيد جوا البروتوزوا، وتقريبا البروتوزوا العمليات الحيويه تبعتها كثير بتشبه الانسان، فعشان هيك علاج البروتوزوا بكون صعب وبيكون في له توكسيك افكت او اثار جانبيه كبيره على الانسان. فلما الشخص بياخذ السلفاميثوكسيدون والترايميثوبريم ممكن يصير عنده فوليت ديفشنسي، بهاي الحالة نعطي دواء اسمه اليوكوفورين. التوكسوبلازموزيس طبعا النساء الحوامل احنا اكثر اشي بنخاف عليها لما بيربوا القطط لانه بتكون مناعتهم قليلة، وهذا الطفل شوف كيف شكله لما بيكون عنده التوكسوبلازموزيس.
الله يعطيكم العافية.